أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان حاطب رضي الله تعالى عنه متأولا لما بعث بالرسالة إلى الكفار، فهل ما جاء في أول سورة الممتحنة هو نسخ لفعله حيث إنها نزلت بعد فعله، فهل يجوز إعادة تأول ما تم نسخه؟ هذا كله كلام لا قائل تحته، وهذا السؤال ما له موجب، وانتهينا. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن بينا في الدرس هذا. نعم.